أعمال في هذه الصومعة تسير كما هو مخطط له، بحيث تكون في منتصف الشهر 11 قد انتهت الأعمال الإنشائية بشكل كامل، ومن ثم يبدأ بعدها موضوع أعمال الميكانيكية والكهربائية. نحن اليوم هون من أجل دفع عجلة الإنجاز، نظرا لأهمية هذه الصومعة المرفائية الوحيدة في سوريا، والتي تقوم بالتفريغ البواخر ومن ثم ترحيلها إلى الداخل لمادة الأقماح الهامة جدا. أول ما صار التضرر بالصومعة قمنا مباشرة خلال 20 يوم بإعداد دراسة تأهيل إنشائي للصومعة، على أساسها قامت الشركة العامة للبناء بالبدء بالتنفيذ ترميم الصومعة.